حطينا هنا البصلة، هنحط الثوم. حطيتي زيت زيتون مع البصل؟ بصي حطيت خلطة من زيت زيتون وزيت نباتي، هنقلبهم مع بعض. خلينا على ما يتقلبوا مع بعض اقطع بس الطماطم، وعندنا فلفل اخضر في حال حبينا نحطه بنحطه مع البصل، وهنحط كمان فلفل حار برضو للي بيحب الفلفل الحار. تمام اهو، بس لازم شويه يتقلبوا. على ما بيتقلبوا بكون انا قطعت الطماطم وتكون انت قريتي شويه. يلا انا بدي اروح. وعندنا هنا اهو الفحمه كمان مولعه. اوكي جاهزه وكله تمام التمام. حطينا البصله والثوم والفلفل والاخضر، ده اختياري، وحطينا الفلفل الحار. دلوقتي هنحط الطماطم اللي قطعناها. تمام، وبعدين هنحط دلوقتي الطماطم. طبعا مش يعني مش مهم تدبل كتير على النار. نرجع لليمون، بس شويه ليمون. ايوه، وهنحط شوية مية. مي؟ شوية مية علشان يعمل لي زي صوص كده، بس تكون ما يكون ثيكي كتير. لا لا يكون... ايوه يكون شوية طري. حلو كده، يا سلام. واخر حاجة خالص هنحط معلقة الطحينة. ايوه، هاي الطريقة المصرية غدا يعني نوعا ما. في هيك بيعملوها. طبعا. لانه هاي بتختلف مثلا عن الفول اللي نحن بناكله، عن فول بالشام بيعملوه برضه بطريقه ثانيه. يعني الفول له طرق مختلفه. مليان مليان مليان. طيب بعد ما خلص كده معانا الفول، خلينا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ انا بس موسع كده حته هنا، خليني اشوف بس غطا. وهحط ده كده هنا. وهنجيب شويه زيت. حرام. طيب غطاك حرام. اوكي هنحط ده كده ونغطيه. خلاص. وهسيبه بقى كده 3 4 دقايق يشرب النكهه بتاعت التدخين. ايوه.